الحقيقة البرنامج ساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم العقلية والعلمية، وكان هناك حقيقة يعني دافع كبير جدا للطلاب على التعلم واكتساب خبرات جديدة في المجالات التي تم اختيارها. عبد العزيز سعد، مواد العنزي من منطقة تبوك. سجلت في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الحمد لله حققت فيه درجات عالية. سجلت في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين وغيرها من البرامج التي تقدمها موهبة. مسار العلوم الطبية والحيوية والكيميائية. بإذن الله أني أشارك في المسابقات الدولية وأحاول أني أجيب المراكز الأولى. أمثل الوطن وأساهم في رؤية 2030. يتم تدريب طلاب الموهوبين طبقا للحقيبة التدريبية المعتمدة من مؤسسة موهبة التابعة لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، مختارين حقيبة طبيب المستقبل. يتم تدريب الطلاب على بعض المهارات الأساسية والمفاهيم الأساسية في علم الطب، ابتداء من جسم الإنسان بتفاصيل جسم الإنسان بالخلية بالنسيج بالأعضاء بالخلايا بكل التفاصيل هذه. في ختام عام دراسي طويل يأتي ملتقى موهبة في منطقة تبوك في النسخة الأولى منه بسقف عالي من التوقعات من أبنائنا الطلاب أخواننا أولياء الأمور. نحن في مرحلة تحول نحو المستقبل، ويجب أن نشارك في هذا التحول بكل إيجابية وفعالية، وأبنائنا الطلاب شغوفون لهذا التحول. نحن نتحول بهم ومعهم من امتلاك المعارف أو من المجال المعرفي إلى امتلاك المهارات. نشكر مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع لرعاية الطلاب الموهوبين، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. موهبة.